فضل كبير ونعمة من ربنا. طب اسأل لما أعطل تعرف إن أنا مش عارف شغلي، وعايز اللي ما يعرفش يعمل إيه يا يوسف؟ ما يتكلمش. اللي ما يعرفش يعني عند سيادتك يعني الحق ما يتكلمش، عشان ما يظلمش، عشان ما يديش يبني رأي عام خاطئ يخليه يقوم يهد البلد وهو متهيألي ان هو بيجيب حق البلد وحق الناس. هي دي المصلحة اللي انا بتكلم عليها يا يوسف. قول لي اي سؤال بالارقام بالتحديات هرد، واللي يقدر يحل يجي يجي لي يقول لي بكره انا جاي ورا وانا هاخده عوز دماغه واقول له يلا يا جماعه يلا شيل. ربنا يا رب يوفقك وتساعد وتقدر تحل معانا لان دي بلدنا. ايه تاني؟ الناس يا فندم لما كانت بتتكلم طول الوقت على العاصمة الإدارية، أنا مش هسأل بقى على العاصمة، أنا هسأل ليه سيادة الرئيس فضل بيسمع اعتراضات أحيانا، يسمع كلام غير دقيق أحيانا، كل حاجة رئيس بيشوفها وبيقراها في الجرايد وبيسمع اللي الناس بتقول فيه، وفضل ساكت 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 لحد المؤتمر الاقتصادي قال حقائق وأرقام. لا لا يوسف، لا 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 والله أنا لو عملت كده أبقى مش أمين مش أمين معاكم. لا أنا قلت الكلام ده يوسف قبل كده مرتين ثلاثة والله العظيم. قلته لنا يا فندم. لا أنا قلته، أنا بنفسي يا يوسف قلت على موضوع العاصمة. يا جماعة يا اللي بتتكلموا على العاصمة، يا اللي بتتكلموا على العالمين، يا اللي بتتكلموا على رأس الحكمة، اللي بتتكلموا على 40 مدينة بني سويف والمنيا الجديدة والأقصر وأسوان وكل ده معمول بفكرة إن أنا بحول الأرض اللي بس المتر يساوي له 100 جنيه إلى متر 1000 أو 10000 حسب قدرتي على تنمية، بجيب من الفلوس اللي ببيع بيها ليوسف ولغيره اللي أنا بنمي بيه، ويبقى أنا اللي عملته كله مش من موازنة البلد. يعني أنا يا فندم عملتها ببلاش؟ لا مش ببلاش. بإيه؟ أنا كسبت 2 تريليون جنيه. كسبت أمري؟ الله أكبر.